يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أحرمت بالعمرة ثم جاءتها الدورة الشهرية بعد ذلك، امرأة أحرمت بالعمرة ثم جاءتها الدورة الشهرية بعد إحرامها، فماذا عليها مع العلم أنها قد اشترطت؟ عليها أن تستمر على إحرامها حتى تظهر ثم تؤدي العمرة، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حالت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتبقى على إحرامها، وإذا طهرت أدت العمرة. والاشتراط لا يدخل فيه الحيض، لأن الحيض شيء عادي معروف، وهي دارية أنها تبي تحيض، أليس هذا من الحوادث الطارئة؟ شيء معروف. نعم.